مرحبا، كيفكن؟ معكن أسعد. بفيديو اليوم رح نعمل مع بعضنا كوكتيل غير كحولي، كوكتيل اسمه بلو بيشن. كل شي بدنا اياه لعمله هو البلو كوراساو، زيرو بالماراكويا او البيشن فروت، وبدنا كمان عصير الجريب فروت يلي هو عصير الجريفون باللغة العربية. يلا خلونا نعمل كوكتيل مع بعضنا. اول شي منبلش ب 20 ميلي من زيرو بالماراكويا او البيشن فروت اسمه باللغة الانجليزية، نحطهم بقلب الكاسة تبعنا، بل بالشيكر عفوا. بنحط كمان 20 ميلي من زيرو بالبلو كوراساو، هاي 20 ميلي من زيرو بالبلو كوراساو او البلو كوراساو زيرو. وبدنا كمان 160 ميلي من عصير الجريفون او الجريب فروت كمان بنسميه. هاي 40 ميلي. هاي 80 ميلي. هاي 120 ميلي. وهي 160 ميلي. هلأ منعبي الشيكر تبعنا تلج مثل العادة. قلب الشيكر الثاني اللي طولنا بنسكر عليه. بنعمل شيكن تقريبا لمدة 15 ثانية. هلا بعد ما بنعمل شيكن تقريبا لمدة 15 ثانية بنفتحه للشيكر تبعنا. بنجيب تلج بنحطهم بقلب الكاسة أول شيء. اي تلج فيكم تحطوه انتم تستخدموه للكوكتيل، بس انا بستخدم تلج كبير مشان يكون منظر الكاسه احلى، والتلج الكبير هيك بده شوي شوي ليدوب، فبقى الواحد بيطول وهو عم يشرب الكوكتيل. وبننزل الكوكتيل هيك شوي شوي بقلب الكاسه. شقفة برتقاني هيك كمان على راسه من فوق، بقشر برتقان او شقفة برتقاني انتو يلي بدكن اياه فيكن تحطوه للزينة. وبنحط له كمان مثل ما بيقولوا اخواننا المصرية شفاطة للكوكتيل، هاي شفاطة، هاي كمان للزينة. نجيب له واحدة أعلى لونه. هذا هو كوكتيل البيشن فروت. ما شفتوا طريقة عمله كتير كتير سهلة، ما بدنا غير ثلاث مكونات لعمله: عصير البيشن فروت، الماراكويا، البلو كوراساو، وعصير الجريفون. جربوه كتير كتير رح يعجبكم. هي مثل ما بدكم بدكم كوكتيلات غير كحولية، عم نحاول نعملكم كوكتيلات قد ما فينا غير كحولية. آخر شي بتشكركم على متابعتي وعلى مشاهدة الفيديو. نشوفكم إن شاء الله بالفيديو الجاي. كان معكم أسعد. Peace.